حضرتك برضو قلت الجريدة يومية يوم 1 سبتمبر 1988، شخصية الرجل الصعيدي أقرب إلى نفسي وأفضل أن أستمر في أدائها، واحترامي الشديد للزملاء الذين لا يعرفون شخصية الصعيدي إزاي ولا يعرفون حقيقة هذه اللهجة أنا أقدمها بصورة صادقة على الشاشة. هل ما زلت تحمل سمات الرجل الصعيدي في حياتك الخاصة وفي بيتك ومعاملاتك خارج إطار الفن؟ شوف، أنا راجل صعيدي من سوهاج ومركز المنشاه، ودلوقتي أنت رادم جبت سيرة الصعيد، أنا راجل صعيدي في شغلي، صعيدي في معاملاتي مع زملاء وهم عارفين كده كويس قوي، يعني صعيدي في تربية الأولادي، صعيدي في إن أنا نشأتهم نشأة يعني لا تقبل أنصاف الحلول أبدا. خدت بال حضرتك؟ ده من ناحية لأن تربية الصعيدية دي جوايا ومش ممكن حد يخلعها من أبدا. خدت بال حضرتك؟ اقول لك على حاجة، يعني كنا بنعمل رواية احنا ايام مسارح التلفزيون، وكنا قبل ما نعمل الرواية يجوا يشوفوها يعني علية القوم من النقاد والادباء والفنانين كده. كنت انا بعمل رواية الفصل الاول والثاني في البلد في الصعيد، باجي في الفصل الثالث اجي الجامعة، الفصل الاول والثاني بالجلبية والطاقية والبلغة والحياة دي في البلد، الفصل الاول والثاني، الفصل الثالث باجي الجامعة في مصر، هنا جامعة القاهرة، باجي مصر وبلبس البدلة. فجم الجماعة النقاد ربنا يعني يرحم اللي مات ويدي الصحة للي قاعدين، قالوا ايه يا حمد الله يسترها معاك، خد بالك من الفصل الثالث لان ده اضعافهم. قلت لهم طب دخلوني الجامعة بالجلابية وشوفوا الفصل الثالث ده هيطلع ايه. اخر صفحات كلام الجرايد في لقائنا مع الاستاذ الفنان حمدي احمد، قال كلام في جريدة يومية يوم 12 مارس سنة 80، قلت حضرتك جيلنا يتميز بالصدق الفني وهو جيل متماسك واع بنفسه وقضاياه، وقد ساعدتنا الظروف أن نكون كذلك. ترى بما يتميز جيل اليوم يعني أو الجيل الجديد؟ يعني أنا هتكلم على جيلنا، فعلا جيلنا اللي هو جيل الستينيات كان جيل واعي بقضاياه مفيش كلام، وكنا فاهمين احنا بنعمل ايه، واساتذتنا اللي علمونا كانوا فاهمين هم بيعلمونا ايه، واساتذتنا اللي اخرجونا كانوا عارفين هم بيخرجوا ايه، وكنا عايزين نوصل لفين وكنا عايزين نوصل ايه وهكذا. وجيل الستينيات كان احنا كنا في منطقة ساخنة اللي هي منطقة الشرق العربي، دي كانت منطقة ساخنة بما فيها مصر والجزائر وكل البلاد اللي حوالينا دي كانت منطقة ساخنة، وكان الفن لما بيطلع في مصر ما بيطلعش فن لمصر فقط، لكن كان بيطلع فن للأمة العربية كلها، لأن مصر كانت في الوقت ده هي التي تقود حركة التثقيف والتنوير عبر الأمة العربية كلها. فكنا كلنا جيل يعني، زائد ان احنا جيل ثقفنا بعض، يعني ايه الشعراء الكبار ما كانوش يستنكفوا ان هم يقعدوا معانا ويفهمونا ويعلمونا ويشرحوا لنا ويعملوا لنا وهكذا، الكتاب الكبار والادباء الكبار احتضنونا، ما حدش فيهم بخل علينا لا بمعلومه ولا بفكره ولا بتشجيع ولا اي حاجه ابدا. وفي نفس الوقت احنا كنا جيل محظوظ، لان احنا لما طلعنا النقاد والادباء والصحفيين حبوا هذا الجيل، لان لقونا احنا عبارة عن نغمة صحيحة لما يدور داخلهم هم، وحتى لو كانوا هم في اجيال سبقتنا كانوا بيحلموا ان هم يشوفوا نفسهم زي ما احنا النهاردة، فكانوا لما بيشوفونا كانوا كأنهم بيشوفوا نفسهم فينا، وكأن الامل تحقق في الستينيات اللي هم كافحوا سنين طويلة علشان يصلوا إليه، لما كانوا بيشوفونا كانوا بيشوفوا نفسهم